السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناة إلكترو سفيان. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سيندرج ضمن دورات احتراف التعامل مع اي سي باور والباور البسيط إلى حدود الساعة. إذا الفيديو الأخير تحدثنا فيه عن طريقة التعامل مع تي ال، مع اي سي تي ال، هو هذا هنا، هذه القطعة السوداء هنا. تحدثنا عن مسار الريفيرنس بالتفصيل الممل، كيف يعني كيفية التحكم في الجهد الخارج، إضافة بعض الفولتيات ونقصانها أيضا، يعني ليس شرطا أن يكون المجال هو لرفع الجهد فقط. في شرح اليوم إن شاء الله تعالى سنتمم شرح تي ال، لكن سنوضح نقطة مهمة، وهي أن عديد الأسئلة جاءت حول المقاومة، جاءت حول هذه المقاومة التي استعملنا في الشرح، يعني لماذا استعملنا هذا النوع من المقاومة ولم نستعمل مقاومة أخرى. حسنا، في الشرح السابق، يعني في شرح تي ال الأول، يعني في شرح تي ال الأول تحدثنا عن تغيير إحدى المقاومتين، يعني واضح جدا أن تغيير قيمة إحدى المقاومتين إما سيرفع الجهد أو سيخفض الجهد، يعني بعيدا عن الفلسفة التي تقول لا ستغير المقاومة التي تربط مع الأرضية، أو التي أي مقاومة ستغير فيها ستغير لك الجهد. واضح، هذه المقاومة يا صديقي، هذه المقاومة تقوم بعمل تغيير المقاومتين معا في نفس اللحظة. كيف ذلك؟ لاحظ معي جيدا، هنا لدينا مقاومتين، سنجد أن هناك طرف مشترك. لاحظ معي جيدا، هذا هو طرف الريفيرنس، لاحظ أنه مشترك مع هذا المسار الذي هو 5 فولت. لاحظ هذا المسار هنا هو 5 فولت، جيد، هذا المسار هو الريفيرنس مشترك مع 5 فولت عبر مقاومة، ها هي هذه الزرقاء الأولى، وهو هذا نفسه الريفيرنس مرتبط مع هذا المسار الذي هو أرضي. واضح، يعني مقاومتين واحدة، هذا ريفيرنس من هنا إلى هنا هو ريفيرنس، هذا مسار واحد. لاحظ هنا يرتبط مع مسار الأرضي، وهنا يرتبط مع مسار الجهد أو الموجب أو الفي سي سي أو سميه ما شئت. حسنا، يعني أن المسار الريفرنس يأتي في الوسط، واضحة جدا، جيد. بالنسبة لنا سنفترض أن قيمة هذه المقاومة 100 أوم، وقيمة المقاومة الثانية 100 أوم أيضا، إذا لدينا التساوي، إذا سيكون الجهد، مثلا الجهد هنا في الخارج هو 5 فولت لأنه ستوندار. واضح، جيد. إذا مثلا أضفت في هذه المقاومة على سبيل المثال جعلتها 200 أوم، مثلا جعلتها 200 أوم، سيرتفع لي الجهد مثلا هنا سيصبح 7 فولت، أو سينخفض مثلا سيصبح 4 فاصلة كذا، جيد. لكن إذا يعني أنزلت هذه المقاومة لدرجة، أو كبرت هذه المقاومة لدرجة أن الجهد الذي أعمل به في الدائرة، هذا الجهد هنا 5 فولت، يعني هذا الخمسة فولت هو الذي يغذي هذا الجزء، الخمسة فولت، وبعض الشروحات تقول أن اللوبتو كابلر والتي ال يعملان على أصغر خرج في المحول. هذه المعلومة خاطئة تماما، لأنه ليس شرطا، لأننا نستعمل مقاومتي التقسيم، يعني أي جهد جاء سنقوم بتقسيمه والعمل به، جيد، يعني سنعمل بالجهد ستوندار، يعني على سبيل المثال لدينا 5 فولت 12 5 12، اذا افترضنا ان الخمسه لن ناخذ منها واخذنا من 12، سنقوم بتقسيمها وتصغيرها حسب الطلب بالمقاومات، يعني بحيث اننا نجعل البورده توصل للتي ال ما نريده. يعني وصلت الفكره، على اساس انه ليس شرطا ان ناخذ 3.3 او 5 او كذا او 4.5، توجد بوردات الرادارات مثلا تعمل بال 4.7، توجد 3.7، كل تلك الأشياء سنضعها جانبا. وركز معي جيدا، لدينا هنا 5 فولت، هذا مسار 5 فولت، هذا 5 فولت هو ما يغذي لهذه هذا الجزء، يتغذى على 5 فولت من هنا. واضح يا صديقي، إذا قمت بتكبير المقاومة التي توجد هنا، يعني قمت بتكبيرها في محاولة مني لعمل فارياسيون للجهود، يعني بتصغير وتكبير الجهود، سأصل إلى مرحلة سأقوم بإفشال المنظومة. لماذا؟ لأنني كما لو أني أحجب الجهد عنها، هذا الجهد القادم سأقوم بحجبه، سأبدأ بحجبه، يعني سأبدأ بإفشال المنظومة. واضح؟ لذلك
سأنظر إلى الجهة الأخرى. إذا وصلت مثلا إلى مثلا هذه الأرقام فقط أمثلة تبسيطية، سأصل إلى 1 ميجا هنا، سأصل إلى 1 ميجا هنا، وسأضع 1 ميجا هنا، سيكون لي نفس الخرج مثلا. سأبدأ بتغيير المقاومة المربوطة مع الأرضي لأن ليس لها حدود ولن تفشل للجهاز، يعني لن تفشل للمنظومة. إذا تلاعبت كثيرا بالجهد ربما أفشل المنظومة. نحن الآن نبسط الموضوع قدر المستطاع، وبالتالي أتجه إلى المقاومة الثانية التي مع الأرض والتي لن تفشل شيئا. كلما ربطتها مع الأرض بطريقة أكبر أو أصغر ستفاري لي أو ستتلاعب لي بالجهود. إذا الفكرة واضحة. لهذا يعني لتجنب كل هذه الفلسفة، هنا ستحجب لي الجهود، هنا كذا، نستعمل هذه المقاومة. في الشرح السابق استعملت هذه المقاومة، نزعت إحدى المقاومات ووضعتها، لأننا كنا في بداية شرح التي ال، يعني لأول مرة نتعرف على التي ال، لأول مرة نقوم بتجربة، واضح جدا. أما الآن فالموضوع مختلف تماما. الآن فهمنا أن لدينا مقاومتين وليست مقاومة واحدة، هنا لدينا مقاومتين، يعني التلاعب في الجهد أو تغيير الجهد يتم عبر مقاومتين وليس مقاومة واحدة، وبالتالي فنحن نحتاج في عملية الفارياسيون مقاومتين. يعني قلت أن مقاومة واحدة ربما نضعها في مسار الجهد فتخلق لنا مشاكل أو تفشل لنا الدائرة، وبالتالي نأخذ مقاومتين. لماذا هذه المقاومة بالضبط؟ هذه المقاومة المتغيرة بالضبط؟ نقوم بإلقاء نظرة خفيفة عليها. لاحظ معي جيدا، هذه هي المقاومة. لاحظ هذا الرمز كتبت عليها 1 1 2 3، وهذا هنا مقاومة وهنا مقاومة، وهنا يوجد هذا لاحظ هذا الشعار هنا، هو خاص بهذا الشيء الأصفر هنا، بهذه القطعة، بهذا الفيس الذي يدار. ومهمة هذا يعني مهمة هذه القطعة الصفراء هنا هي أنها تقوم بعمل الفارياسيون بين هاتين، يعني بعمل إكليبراج. كيف ذلك؟ هذه المقاومات يكون لها قيمة، على سبيل المثال هذه المقاومة بين يديه هي 10 كيلو، وأغلب المقاومات في الباور سبلاي أو الـ SMPS الأوسيلاتور تستعمل 10 كيلو، مثلا هذه 10 كيلو، واضح؟ لدي هنا 5 كيلو في هذا الجزء، ولدي 5 كيلو في هذا الجزء، واضح؟ يعني مجموع هذه المقاومة وهذه المقاومة هو 10 كيلو. جيد، إذا ما أدرت هذا المجاس الأصفر، إذا ما أدرته إلى اليمين أو اليسار، ستصغر قيمة هذه المقاومة وتكبر قيمة هذه المقاومة، أو العكس، تكبر هذه المقاومة تصغر هذه المقاومة. دائما ستكون لدي 10 من هنا، من 1 إلى 3 دائما 10، لكن القيمة بين 2 و3 والقيمة بين 1 و2 فهي تختلف، يعني مجموع المقاومة هو 10 تقريبا، يعني مع مراعاة هوامش الخطأ. لكن الفكرة أنه إذا أدرت هذا المجس تصغر مقاومة تكبر مقاومة أخرى. ماذا يعني هذا؟ في ماذا سينفعني هذا يعني هذه الإضافة في ماذا ستنفعني؟ ركز معي. أنا مثلا سأضع يعني هذه الأرقام، كل الأرقام التي تسمع في الفيديو هي أرقام تبسيطية لإيصال فكرة عمل هذه الأشياء وليست القاعدة، واضح؟ يعني حتى لا يظهر فيلسوف من هنا أو هناك، فيمكننا مناقشة الأرقام الحقيقية في المجموعة، مجموعة إلكتروصوفيان، يمكننا وضع بوست ومناقشة الأرقام الحقيقية بالحسابات الدقيقة والفواصل. أما الآن فنحن نوجه الشرح لأشخاص فنيين مبتدئين أو هاوي يريد يعني تصحيح فولت لديه في باور سبلاي، أو إصلاح أو تعويض باور بباور أخرى لكنها أضعف منها، ونحاول إيجاد له حلول بسيطة جدا. هذا كل ما في الأمر. أما الحسابات الدقيقة فهي موضوع آخر. لدينا هذه المقاومة مجموعها 10 كيلو، يعني مجموع المقاومتين 10 كيلو هي عبارة عن مقاومتين، كل مقاومة 5 كيلو. يمكننا عمل الفارياسيون من هذا المجاس الأصفر، إذا أدرناه فمقاومة تصغر ومقاومة تكبر، ويمكننا استعماله هنا. يعني استعمال هذا المجس أو استعمال هذه المقاومة هنا هي أكثر فاعلية. لماذا؟ لأنها تقوم مثلا على سبيل المثال سأضع المسار الأوسط هنا، مسار أوسط هنا، مسار يمين هنا ويسار هنا. عندما أدير المقاومة في اتجاه معين، عندما أدير المجس تصغر هذه المقاومة وتكبر هذه في نفس اللحظة، يعني
لنفترض نضع مثالا اخر، اذا وضعت هنا مقاومه، اذا وضعت مقاومه 100 اوم وبجانبها 110 اوم مثلا، سأزيل ال 110 اوم لان الجهد لم يعجبني، ساضيف مكانها مقاومه 120 اوم لم يعجبني الجهد، ازيلها اضيفها 130 لم يعجبني 140 وهكذا وهكذا وهكذا، بعد ذلك اضيف هناك قيمه كبيره، وبالتالي يجب ان انتقل الى هنا لاقوم بالتصغير ايضا. هنا وضعت 120 اضع هنا 90 ثم 80 ثم يعني اكبر هنا اصغر هنا حتى يكون الفارق كبير جدا. اذا لم تفهم ستعود الى الحلقه السابقه الخاصه بتيل حتى يصبح الفارق كبير وتعطيني الجهد الذي اريد الذي ابحث عنه. هذه المقاومه تسهل عليك الامر، انت فقط تربط الطرف الاوسط بالطرف الاوسط واليمين باليمين واليسار باليسار بدون اي فلسفه، ليس هكذا وليس هكذا بدون اي شرط. جيد، انت فقط تضعها في الوسط، اذا كانت قيمتها 10 كيلو تقيس بين الطرفين، اذا كانت قيمتها 10 كيلو تقيس بين هذين الطرفين ستجد 5، او ستقيس بين هذين الطرفين ستجد 5، وبالتالي فانت واضع المجس في النصف، تقوم بوضعها هنا تديرها اذا ارتفعت الجهود فانت في المسار الصحيح، اذا انخفضت ادير الى الجهه الاخرى. واضح؟ سنمر الان الى تجربه هذه الاشياء تطبيقيا لنرى كل ما قلناه تطبيقيا، اذا ابقى معي. اذا اول ما سنقوم به في هذه التجربه هو نزع المقاومتين الاصليتين، هاتين المقاومتين الزرقاتين. في الشرح السابق نزعنا واحدة فقط، أما الآن فنحن سننزع المقاومتين معا. طبعا الشرح الأول كان فقط كمدخل لفهم التأل، أما الآن فالحمد لله أظن أن الجميع يعني فهم فكرة عمل هذه القطعة، يعني سنقوم بالتطبيق عليها بالمقاومة حتى نمر يعني نمر لشرح الأوبتو كابلر، يعني المراحل التدريجية لشرح الباور هي هذه. ونحن الآن يعني بفضل الله نشرح التأل، فأظن أن التأل يعني أصبح أمرا مفروغا منه أمرا سهلا. هنا لماذا نزعنا المقاومتين؟ يعني لكي لا تضاف مقاومة هذه القطعة، مقاومة هذه القطعة على المقاومتين الأخرين، يعني حتى لا يصبح هناك دمج بين المقاومة، وبالتالي لن تعطيك الجهود اللازمة هنا حتى وإن أدرت المجلس. ها أنا فصلت المقاومتين، قبل تركيب المقاومة يجب قياسها. بالنسبة لي قلت أن هذه مقاومة 10 كيلو، واضح؟ سنقوم الآن بتجربة قياس 10 كيلو هنا لنرى هل هي فعلا 10 كيلو أم لا. إذن بسم الله، للإشارة فقياس هذه المقاومة يعني يكون صعبا شيئا ما وإدارة المجلس في نفس اللحظة، لذلك نحن فقط سنقيس دون إدارة. لاحظ 5 هنا 4 أو 5، سنقيس المجسين الآخرين. لاحظ 5 5، لم تظهر المقاومة في الكاميرا لذلك سأعيد التجربة بهذه الشكلة. هنا 5 فاصلة، هنا 5 0، وهنا هذه الشكلة، وربما بهذه الشكلة أفضل. قلت أن طريقة قياسها يجب أن تلحم فيها سلكين وتقوم بالقياس، أما أن تمسكها هكذا فالأمر صعب شيئا ما. لاحظ هنا أيضا 5، أنا أقيس بين هذا المجس وهذا، بمعنى بين واحد واثنين. حسنا، ستقول لي كيف أعرف قيمة المقاومة وما هي المقاومة التي تكبر وما هي المقاومة التي تصغر؟ إذا ركز معي، شرح بسيط جدا لهذه المقاومة حتى تستفيد منها حتى في الشروحات الأخرى القادمة إن شاء الله تعالى. لاحظ هنا الطرف 1، الطرف 2، الطرف 3، المجس هو هذا هنا. جيد، بالنسبة للمقاومة 1 و2، بالنسبة لواحد واثنين إذا أدرت، ركز معي جيدا، إذا أدرت بهذه الشكلة، ها هي، إذا أدرت بهذه الشكلة بهذه الشكلة بهذه الشكلة، واضح؟ إذا أدرت بهذه الشكلة
انا امسكها بهذه الشكله وادير بهذه الشكله، واضح؟ اذا ادرت بهذه الشكله، لاحظ معي جيدا، بهذه الشكله القيمه هنا من 1 إلى 2 تكبر، والقيمه من 2 إلى 3 تصغر، واضح؟ اما اذا ادرت بهذه الشكله، بهذه الشكله وانا ممسك للمقاومه بهذا الشكل وادرت بهذه الشكله، فالمقاومه 3 2 تكبر والمقاومه 1 2 تصغر، جيد؟ اذا تحدثنا عن 1 2 تصغر بهذه الشكله وتكبر بهذه الشكله، واذا تحدثنا عن 3 2 فهي تصغر بهذه الشكله وتكبر بهذه الشكله، واضح؟ واضح. سأحاول يعني وضعها في 5 5 حتى تكون يعني متوسطة. بالنسبة لقيمة الخارج في هذه الباور سبلاي سبق وقسناه في الشرح السابق هو 5 فولت، أزلنا المقاومتين، سنقوم بمحاولة تلحيم هذه المقاومة، وكما سبق وقلت سواء لحمتها بهذه الشكلة أو بهذه الشكلة فهذا لا يغير للود قضية. لماذا؟ لأن المقاومتين يعني تتغيران حسب المجاس، لا ليس دائما واحدة تكبر والاخيره واحده كونستانت والاخرى تكبر وتصغر، لا بل هما معا، بحيث انني اضع واحده في مسار الارضي وواحده في مسار الفولت، اصغر هذه واكبر هذه في نفس اللحظه او اقوم بعكس العمليه. اذا سنقوم بمحاوله تركيب هذه المقاومه بهذه الشكله. إذن بسم الله ساحاول تركيبها هنا في هذه النقطه. ها هي المقاومة بعد تثبيتها للإشارة، فالمقاومة رقم 1 هي الآن بين هذا الطرفين هنا هنا وهنا، والمقاومة رقم 2 بين هذا الطرف وهذا الطرف، واضح؟ جيد جدا. إذا الآن سنقوم بتثبيت مجسات الملتيمتر حتى نقوم بالقياسات، طبعا لأننا سنقوم بعمل الفارياسيون للخرج، وبالتالي يجب لحم الملتيمتر إن صح التعبير، حتى يعني لا نحتاج الى 8 اذرع للتحكم في امساك الباور. اذا هذا هو الموجب، موجب الخمسة فولت هو هنا. لماذا قسنا المقاومة قبل تركيبها؟ ببساطة لانه عندما تقوم بتركيبها فانت تربطها بمسارات اخرى، وتلك المسارات ستؤثر في قيمة المقاومة. لاحظ المقاومة الآن أصبحت 5 كيلو هكذا. إذا سنقوم بربط الجهد. لاحظ معي أن المقاومتين أزلتهما، أزلت المقاومتين معا، هما هنا، واضح؟ هما، ووضعنا مقاومة متغيرة. يعني هذا الشرح سبق وتطرقنا إليه، لكن الآن نشرح المقاومتين، يعني مهمة المقاومتين ليست مقاومة واحدة، لأننا شرحنا تغيير مقاومة واحدة، والمسار الخاص بالريفرنس في الـTL مسارين مقاومتين، وبالتالي إذا فهمت طريقة التعامل مع المقاومتين في نفس اللحظة أنت فهمت يعني الـTL بطريقة جميلة جدا. الآن سنقوم بربط الجهد الكهربائي. بسم الله. طبعا إذا كانت المقاومة لا تعلم هل هي نفس القيمة، نفس القيمة من 1 إلى 2 هي نفسها من 2 إلى 3، إذا لم تكن تعلم أن نفس القيمة ربما تكون الجهود في الخارج مرتفعة جدا وبالتالي تنفجر المكتفات، فحذاري حذاري. لذلك حاول أن تقوم بعمل إيكيليبراج بين الأولى والثانية، يعني عمل تساوي تقريبي، وبعد ذلك تركيب. إن ارتفع الجهد يعني بفواصل لن يؤثر. إذن على بركة الله سنقوم بتركيب الجهد. بسم الله. رأينا الفيوز، فيوز في هذه الجهة، إذن نركب في هذه الجهة. سنلقي نظرة على الجهد، هو 5.0 تقريبا 5.04، سنقوم بالتعديل عليه قليلا. طبعا طريقة التعديل شرحتها سابقا، الآن فقط نتحدث عن مقاومتين، لا يعني ليست هناك إضافة كبيرة، فقط نتحدث عن مقاومتين. لماذا؟ لأن مسار الريفيرنس، مسار الريفيرنس هو في الأصل مقاومتين، ليس مقاومة واحدة. نحن شرحنا مقاومة واحدة لكن في الأصل مقاومتين، ها نحن الآن نشرح مقاومتين حتى يزول أي لبس، يعني حتى لا تقول كم سأرفع المقاومة الفلانية، ما هي حدود المقاومة الفلانية. ها نحن وضحنا الموضوع ببساطة.
إذا سنأخذ هذا الميثاق. بسم الله، المقاومة دائما أو الباور دائما تمسكه من هذه الجهة، من هذه الجهة هنا، أينما لمست هنا ليس هناك كهرباء، هنا يوجد كهرباء، بالتالي تلمس هذه الجهة من هنا أي حيثما أردت، يعني بهذه الشكل سليم جدا، فقط لا تلمس هذه الجهة. حتى وإن كنت محترفا فعند الإصلاح فأنت سبحان من لا يسهى، فكلنا نسهى، ربما أنت سهى فتلمس، لذلك نقوم بالتحذير من حين لآخر. إذا لاحظ معي جيدا، ها أنا سأدير هذا سأدير هذا البرغي هنا الصغير، طبعا هو صغير جدا، بسم الله. هذه المرحلة الآن ما الذي يحدث؟ في نفس اللحظة التي تكبر قيمة مقاومة تصغر قيمة مقاومة أخرى، وأنا الآن لاحظ معي أن الأرقام تكتب على الجهة الأخرى، بالتالي المقاومة الآن هي بهذه الشكل، يعني المسار واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد هنا اثنين وسط ثلاثة هنا، جيد، واحد هنا اثنين ثلاثة، وبالتالي فهي تكون في العادة واقفة بهذه الشكل، واضح، واقفة بهذه الشكل، أظن أن الصورة واضحة جدا. إدارتها بهذه الشكل هذه الشكل هنا، لاحظ معي إدارتها بهذه الشكل، فقيمة واحد اثنين تكبر وقيمة ثلاثة اثنين تصغر، واضح؟ إذا لم تفهم جيدا، كل ما عليك أن تعود إلى الوراء خلف هذه اللقطات في الفيديو، وستجد شرح الأطراف ومتى يزداد الجهد هنا وينقص هنا. إذا 6.5 سأقوم، أنا لا أريد جهدا كبيرا، أريد أن أجعلها 3.3، يعني تنقصني 3.3، أريد أن أجعل هذه الباور تخرج لي جهد 3.3. إذا على بركة الله سنحاول معها. طبعا الملتيمتر مربوط بمسار 5 فولت في الأصل، هذه هي 3.3، الآن نحن في 3.3، ها هي، واضح، ها هي 3.3، سنقوم بفصل أحد أطراف الملتيمتر بهذه الشكلة، نقوم بوضع الملتيمتر على الألف، نقوم بوضعه على الألف ثم نوصلها إلى 3، نحتاج بعض التفاصيل لنرى، أو وضعته في المجلس الخاطئ، سنقوم بوضعها في 200 حتى تعطينا الفواصل، حتى لا نتخطى الفواصل بطريقة كبيرة في الألف. هذه الشكلة، إذن ها هي 3، واضح. إذن هذا كان كل ما لدينا في هذا الشرح، أتمنى من صميم القلب أن أكون قد أفدتكم ولو بشيء قليل. هذا عبارة عن تذكير زائد نقطة إضافية في مرحلة الباور. بعد هذا الفيديو إن شاء الله تعالى لدينا فيديوهين، واحد شرح إي سي باور، والآخر هو الشرح المنتظر الخاص ب الأوبتو كابلر. إذن إلى أن نلتقي على محبة، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء، كان معكم المبتدئ سفيان بن عياد.